ازيكم يا جماعة، معاكم نرد الانمي. واو، الفصل الجديد من وان بانش مان فعلا فصل مليان بالمعلومات اللي كنا مستنيينها من زمان جدا، وما كناش متوقعين ان هي تظهر بالسرعة دي. انا اتصدمت وانا بقرا الشابتر، فعلا مليان بالحقائق والمعلومات اللي تبين ان الاحداث اللي جاية هتبقى نار حرفيا. عرفنا شوية معلومات عن بلاست وعن شقيقه اللي شكله روش جدا، واضح ان في الغاز كتيرة جدا لسه هتتكشف لينا الفترات اللي جاية. عرفنا برضو شوية كلام عن سايتاما، عرفنا شوية عن الكيان. الشابتر مليان بالحقائق والحاجات المثيرة جدا، فمن غير ما اطول عليكم يلا نبدأ على طول. في الاول خالص، زي ما عارفين في الشابتر اللي فات، ان سايتاما دمر كل روبوتات دكتور بوفوي او الميتال نايت اللي اول مرة يظهر لينا شكله الحقيقي في المانجا. دلوقتي دكتور بوفوي اهو يا جماعة، زي ما شفنا بقى في التحقيق بيشككوا على دكتور بوفوي، بيقولوا ايه الهبل ده، صرفنا كل الفلوس دي وفي الاخر تحصل اعطال بسيطة كده تدمر كل الروبوتات دي. طبعا عشان سايتاما هو اللي قال كده، هو وكينج، هما ما قالوش ان سايتاما دمر الروبوتات. هما دلوقتي بدأوا يشككوا وبدأوا يحسوا ان دكتور بوفوي ده اي كلام، ولكن اللي عارف الحقيقة بجد هو دكتور بوفوي نفسه. هو الوحيد اللي شاف الصور وشاف الفيديوهات وسايتاما قاعد بيدمر كل الروبوتات بتاعته، حاجة كنا متوقعينها ولكن فعلا مثيرة جدا. شفنا انه بدأ يشك في سايتاما وبدأ يبحث كده ويعمل عمليات البحث بتاعته، وشاف كل الانجازات بتاعته اللي متسجلة في منظمة الابطال، زي انه شارك في قتال جارو، شارك في التحطيم النيزك اللي نزل في سيزون 1، برضه شارك في قتال ملك البحار. ولكن شفنا ان دكتور بوفوي بيقول برضه ان سايتاما بالقوة دي واللي بيظهره لغاية دلوقتي ده ممكن يبقى اقوى اصلا من ابطال الفائس. وشفنا كلمة غريبة تبين لينا ان الكاتب بيلمح لنا وبيقول لنا ان دكتور بوفوي ده وراه كلام غريب برضه، بيقول انا هفضل واخد بالي من سايتاما يعني في حال اذا بقى عدوي. يعني ايه بقى عدوي؟ ولا ليه يبقى عدوك اصلا؟ هل في علاقة ممكن تخلي سايتاما عدو دكتور بوفوي؟ ما نعرفش، لكن الموضوع ده ممكن يخلي دكتور بوفوي مريب شويه لينا، خصوصا في سيزون 1 اصلا اسمه ايه، درايف نايت، ايوه كان بيقول ان دكتور بوفوي هو عدو جينوس، فدلوقتي ما نعرفش ممكن يكون هو. المهم بنشوف بقى ان في اجتماع مهم في منظمه الابطال، سليتش مجمع الابطال اللي شاركوا في الحرب بتاعت جارو، زومبي مان، فلاشي فلاش، بيوتي ماسك، وجينوس، مجمعهم وبيقول لهم ان اللي بيحصل مؤخرا وان بشر بيتحولوا لوحوش مرة واحدة، وكل الوحوش اللي بتظهر مرة واحدة دي اكيد ليها دعوة بالتنبؤ اللي جالنا قبل كده، التنبؤ بتاع السيزون 1 ده، التنبؤ اللي بيقول ان الارض في خطر كبير جدا. ولكن شفنا ان سليتش كان عايز يخلي المعلومات دي كلها سرية، ولكن زومبي مان بيقول له ايه الفايدة، ما الكل عارف، كل الابطال دلوقتي اصلا بيقولوا ان في بشر ممكن يتحولوا لوحوش مرة واحدة. ولكن طبعا بيصروا ان هما بيخلوا الموضوع سري، عشان لو فعلا اعلنوا الكلام ده للعامة الكل هيترعب والكل هيخاف وهيفكر ان اي حد جنبه ممكن يتحول لوحش في ثانيه. المهم اماي ماسك هنا او بيوتي ماسك بيقول انه مش فاهم انتوا بتقولوا ايه، يعني ايه بشر بيتحولوا لوحوش مره واحده. والصراحه انا بيوتي ماسك اصلا شخص مثير جدا ومريب جدا في كل الفترات اللي فاتت، واتوقع كلنا اصلا بيتهيألي عارفين ان البيوتي ماسك ده وراه حاجه غريبه، يعني زي مثلا في كل مشاهد القتال انه بيعرف يجدد اعضائه، مثلا ساعه ما اتقسم نصين حرفيا ورجع تاني، اكيد الشخص ده وراه حاجه غريبه، ممكن يكون اصلا هو وحش وعلى اساس عامل نفسه انه ما يعرفش حاجه عشان ما يفضحش نفسه قدامه وكده، ما نعرفش. شفنا بقى ان خلاص كل الحقائق بتتكشف لينا دلوقتي والكل بقى عارف مين هو الكيان. شفنا ان زومبي مان بيقول عن الكلام اللي حصل ما بينه وما بين الهوملس امبرور، بيقول ان في اخر لحظاته اتحول لملح مره واحده، واضح انه كان بيكلم شخص معين، وبرضه انه حكى له ان انا اكتسبت القوه بتاعتي الخرافيه دي من الكيان وكل الكلام ده. في نفس الوقت برضه فلاشي فلاش بيحكي عن الموقف اللي حصل ما بينه وما بين سايتاما ساعه ما شافوا الكيوب الاسود الغريب ده اللي خلاهم يتكلموا مع الكيان نفسه، وقال لهم تتمنوا اي امنيه ولكن اذا انتوا ما كنتوش تستاهلوا الامنيه دي خلاص هنخلص عليكم. شفنا برضه ان فلاشي فلاش بيقول غالبا الشخص اللي كان بيكلم الهوملس امبرور والشخص اللي كلمناه هو نفس الكيان. اماي ماسك برضه بيفكر باسلوب نوعا ما خارج الصندوق وبيقول الكيان مين ممكن يكون ده، شخص زي جيرو جيرو اللي هو كان واضح انه غريب جدا، ولكن طلعت في الاخر انسانة روحانية عادي جدا، فممكن يكون الكيان ده وراه برضو واحد، لكن طبعا عارفين الكلام ده غلط. فلاشي فلاش هو بيتكلم بقى جاب سيرة بلاست، وهنا وقع سليتش في الفخ. فهنا بقى بتتكشف لينا كل الاسرار المثيرة جدا جدا اللي هتاخد قصة وان بانش مان انا متأكد لمسار تاني خالص. شفنا ان سليتش عارف بحقيقة بلاست وانه كان بيقاتل الكيان ده من 20 سنة فاتوا، وانه مهتم ان هما يجمعوا
كل الكيوبس اللي بتخلي الناس تتحول لوحوش قوية مرة واحدة كده، هو والأعضاء بتوعه زي اللي شفناهم في الأرك جارو. وشفنا واحد جديد مثير جدا، واضح انه روش جدا، اللي هو شقيق بلاست. مين ده؟ اكيد وراه الغاز كتيرة ما نعرفش اي حاجة، ولكن شكله كده روش وراه قصة كبيرة جدا. لكن المثير جدا ان احنا ما نعرفش اي حاجة عنه لغاية دلوقتي، لا هو في الهيرو اسوسيشن ولا هو ليه اي دعوة باي حاجة، ولكن واضح انه شخص مهم وشكله نينجا كده قوي في نفسه. ما نعرفش هيكون ايه، ولكن انا فعلا متحمس جدا. ودلوقتي بقى عرفنا 100% ايه اللي حصل وايه هي الحقيقة اللي بجد اللي حصلت ساعة قتال بلاست والعريش العظيم. شفنا ان في وسط القتال ما بينهم على طول الكيان تدخل وعرض لبلاست اصلا انه ياخد القوة بتاعته. نفس العرض اللي قدمه اكيد للهوملس امبرور ولجارو كان مقدمه برضو لبلاست. شفنا بقى قد ايه بلاست هنا يعني خرافي جدا وبطل بجد، انه ما حكاش عن اي حاجة حصلت اصلا وخلى الموضوع سري تماما، وكأن ان الموضوع كان عبارة عن قتاله مع العريش العظيم ده بس، عشان ببساطة هو كان عارف ان الموضوع ده لو نشره للناس ولو حكى عنه كتير جدا الموضوع هيقلب وهيبقى موضوع يعني ضجة كبيرة والناس كلها هتخاف والناس كلها هتترعب. ولكن بلاست حب ان يخلي الموضوع سري شوية، هو بقى المتكفل ان هو اللي يقاتل الكيان ده كل العشرين سنة اللي فاتوا دول. حاجة مثيرة جدا. اكتر المشاهد المضحكة والمستفزة الصراحة ان جينوس كان بقى خلاص بيحكيلهم كل حاجة حصلت، بيقول لهم يا جماعة روحوا قولوا لسايتاما. سايتاما هو الشخص الوحيد اللي ممكن يكون حل للمشكلة دي، عشان زي ما عرفنا سليتش بيقول ان بلاست هو الوحيد اللي ممكن يبقى عنده علاقة او انه يقدر يحتك مع الكيان ده، عشان هو عنده القدرة انه يتحكم بالابعاد والازمنة وهو اللي يقدر ينغمس فيها عكس بقية الابطال. شفنا ان جينوس بقى بيطلع الكور القديم بتاعته دي، او اللي هو الجسيم اللي بيبقى ثابت القلب ده، وبيحكي لهم كل حاجة حرفيا. زي ما شفنا الحوار بيقولوا ان خد 4 ساعات جينوس بيحكي لهم عن سايتاما، واماي ماسك اصلا خلاص روح طفش. قاعد يقول لهم بقى ده سايتاما اصلا قاتل جارو في بعد تاني ورجع بالزمن وغير المستقبل، دمر اصلا قمر من اقمار كوكب المشتري، وقاعد يقول كلام كتير جدا. فسلتش بيقول له بكل بساطة خلينا نروح لسايتاما ونقول له، ولكن جينوس بيقول هنا برضو ان سايتاما مش فاكر اي حاجة دلوقتي. نوعا ما محدش بيصدقه اصلا، يعني الكل فكر ان هو نوعا ما بيقول كلام بس عايز يزيط لسايتاما، ولكن 100% الكلام ده هيفضل في الاذهان والكل هيفكر فيه زي ما الكل فكر فيه اصلا. شفنا الزومبي مان، شفنا فلاش فكروا في سايتاما بعدين وفكروا في كلام جينوس ممكن يكون حقيقي. ولكن المهم ان تم رمي الكروت، ويعني وجينوس عمل اللي عليه خلاص. زومبي مان برضو قال فكرة ان هما يروحوا يسألوا جارو، جينوس مش عارف ان جارو ناسي كل الكلام ده، ولكن الحقيقة جارو برضو واضح انه ناسي كل الكلام ده ومسحوب عليه الفترة دي. شفنا بقى سليتش بيقول ان بلاست بيقول ان الفترة اللي فاتت نوعا ما الكيان ده مهتم جدا بالاحداث اللي في الارض، ونوعا ما الدنيا مقلوبة والوحوش عمالة تظهر كتير جدا، لان الكيان ده حاطط في دماغه شخص معين او حاطط في دماغه حاجة معينة ممكن تكون سبب مشكلة ليه لغاية دلوقتي. وبيجي بانل كده على سايتاما اللي هو الكاتب بيقول لنا هو سايتاما، اللي هو تلميح ان الكيان بيعمل كل الكلام ده اصلا مخصوص عشان سايتاما بس، وعشان الكلام اللي عرفناه قبل كده دكتور جينوس ساعة ما قال ان سايتاما بكل بساطة كسر كل حدوده، فبالتالي دي ممكن تكون سبب مشكلة كبير للكيان ده. زي ما شفنا في الاخر الزومبي مان نوعا ما بدأ يربط كل حاجة مع بعض، افتكر الكلام بتاع دكتور جينس اللي هو بتاع الهاوس اوف ايفولوشن اللي كان في سيزون 1، افتكر الكلام بتاعه وهو ان سايتاما بكل بساطة كسر حدوده عكس بقية البشر كلهم. وبرضه شفنا ان فلاش عنده تجربة مثيرة مع سايتاما، وبدأ يحس ان الشخص ده لا الكلام ده ممكن يكون حقيقي. وفي الاخر برضو بنشوف اماي ماسك نوعا ما مهتم بسايتاما شوية، واللي هو هيبدأوا كلهم بقى يفكروا في سايتاما، يعني حرفيا الاضواء كلها هتتسلط على سايتاما دلوقتي، وظاهر ان مونستر وفلاش واماي ماسك هيكون ليهم علاقة بشكل او باخر بسايتاما بشكل كبير جدا. وبس بيخلص الشابتر من هنا، اللي انا ابدا ما كنتش اتوقع ان الاحداث هتمشي كده، ما كنتش اتوقع ابدا ان الكاتب هيدخل ويكشف شوية اسرار ويتكلم عن الكلام ده بالسرعة دي. لو انا فكرت ان الموضوع لسه هيطول شوية، ولكن ظاهر ان الموضوع هيبقى مثير جدا. من اكتر الحاجات اللي انا متحمس ليها حقيقة الشخص اللي جنب بلاست ده، واللي هو برضو نتعرف على بلاست، ولكن كده 100% انا اطمنت ان لسه بلاست والمجموعة بتاعته وشقيقه ده لسه هيبقى ليهم قصة منغمسة منفردة لوحديها جدا هتكون مثيرة جدا. وفي الشابتر ده برضو خلاص
خلاص نوعا ما اتأكدنا ان الكيان عارف سايتاما، وان الكيان نوعا ما كل الكلام اللي كان بيعمله ده اصلا عشان هدف واحد، واللي هو انه يخلص على سايتاما، لان هي حقيقة ان سايتاما كسر الحدود بتاعته دي نوعا ما عاملة قلق شوية للكيان ده، فبالتالي هو عمال يعمل الوحوش وعمال يعمل الصفقات دي عشان ببساطة عايز يوقف سايتاما عن حدوده وعايز يعني يخلص عليه. برضو من المثير جدا ان نشوف سايتاما دلوقتي خلاص الناس كلها بدأت تعرفه، حتى لو مش بشكل 100% الموضوع يعني علنا الناس كلها مش معترفة بسايتاما، ولكن كل واحد في حاله كده نوعا ما هو بيكلم نفسه، عارف ان سايتاما حاجة مثيرة، عارف ان سايتاما ده شخص يعني وراه كلام كتير جدا، زي ما شفنا في الاخر اماي ماسك فلاش فلاش وزومبي مان، التلاتة بدأوا يحسوا ان سايتاما ده مش طبيعي. ده غير طبعا دكتور بوفوي اللي اكيد هيبقى وراه كلام كتير جدا، اللي هو خلاص هو شاف سايتاما هو بيحطم كل الروبوتات بتاعته، فحرفيا حرفيا الموضوع مش هيقف عند هنا، واكيد الموضوع هيتطور بشكل كبير، اللي هو واو يعني في الاخر الكاتب فعلا انا الحمد لله ما سحبش على كل الكلام اللي طرحه لينا في ارك جارو، وظهر ان الموضوع هيبقى اكثر اثارة اصلا، زي ما قلت لكم قبل كده ان كل الكلام اللي كان في ارك جارو كان بس يعني بيلمح لينا وكان بيرمي الكروت كده عشان الموضوع هيتطور بعدين، مش هيبقى في نفس المستوى، فهو واضح ان الموضوع لسه هننغمس في قصص، لسه هنستكشف شخصيات ونعرف حقائق اكتر، زي الموضوع بتاع شقيق بلاست وبلاست والمجموعة بتاعته، لسه هنتعمق اكتر والموضوع هيروح لمسار قصة عميق شوية اكتر من التلميحات اللي حصلت في ارك جارو. وبس ده كل حاجة في الشابتر الجميل جدا ده، شابتر يعني من العيار الثقيل اللي كنا مستنيينه من زمان، فعلا فعلا شابتر جميل جدا. مستني رايكم كلكم في الكومنتات، حرفيا ايه رايكم في المفاجآت اللي حصلت في الشابتر ده، حرفيا بتهيألي كلنا ما كناش نتوقع الكلام اللي حصل، ايه رايكم بكل الحقائق، ايه رايكم في حقيقة بلاست والكيان اللي شفناها اول مرة دلوقتي، ايه رايكم في دكتور بوفوي اللي شفناه لاول مرة برضو في الشابتر ده، ايه رايكم في كل حاجة، وشقيق بلاست المثير جدا الغريب جدا ده، ايه رايكم برضو شكله كده نينجا وعليه اسلوب قتال غريب، ولكن الموضوع فعلا حماسي جدا. مستني رايكم في الكومنتات، ولو انت لسه مش مشترك معانا احب اقول لك ان احنا بنتكلم عن شابترات وان بانش مان اول باول باذن الله، وهنتكلم عن نظريات وحقائق وكلام لذيذ كده عن وان بانش مان الفتره الجايه، هيعجبكم ان شاء الله، فمتنسوش لايك سبسكرايب شير، الكلام ده بيفرق جدا يا جماعه. وبس يا جماعه كان معاكم نرد الانمي.